بونجور اتوس، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينجو. بدرسنا اليوم رح ناخد سؤال كتير مهم وكتير احيانا بحيرنا، هو ايمت بستخدم الفيرب اتر وايمت بنستخدم الفيرب افوار. اذا ما كنتم مشتركين بالقناة شاركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم اشعارات بالفيديوهات اول ما ينزلوا. وهلأ خلونا نشوف جواب سؤالنا لدرس اليوم مع بعض. مثل ما عرفنا احنا عندنا الفيرب ايتر اللي بيجي بمعنى يكون، والفيرب افوار اللي بيجي بمعنى يملك. بتعبير اداء بهذا السؤال بهذا الدرس اللي رح نجاوب عليه هو ايمت لازم نحن نستخدم الفيرب ايتر كفعل مساعد وايمت لازم نستخدم الفيرب افوار كفعل مساعد. رح نشرحهم بالتفصيل مشان ما نرتكب اخطاء ونعرف مزبوط ايمت نستخدم كل واحد فيهم. شو هو الفعل المساعد؟ الاوكزيليير. الاوكزيليير هو فينا نقول فعل بنستخدمه للتركيب الأزمنة المركبة، الطامبو كومبوزي. مثل ما بنعرف باللغة الفرنسية عنا كتير أزمنة مركبة اللي بتحتاج لفعل مساعد بالإضافة للبارتيسيب باسي اللي هو اسم المفعول للفعل المراد تصريفه. نحن كنا أخدين الأزمنة كلياتها بدورة خاصة فيها اسمها دورة الأزمنة في اللغة الفرنسية، رح حطوا لكم رابطة بصندوق الوصف إذا ما كنتوا حضرانين فيها كل الأزمنة من الحاضر للماضي للمستقبل. بشكل عام أهم زمن مستخدم فيه الأوكزيليير هو الباسي كومبوزي اللي مستخدمه على طول اللي هو الماضي المركب. عندنا كمان الفتور أنتيريور اللي هو المستقبل السابق بالإضافة للبلوسكو بارفي اللي هو الماضي التام. لأنه بالأساس عندنا باللغة الفرنسية فعلين مساعدين واللي هن الفيرب إيتر والفيرب أفوار، بس إمتى لازم نستخدم الإيتر وإمتى لازم نستخدم الأفوار كفعل مساعد رح ناخده بالتفصيل بهذا الدرس. أول شيء رح نبتدي مع الأوكزيليير أفوار. ليش الأوكزيليير أفوار؟ لأنه فينا نقول هو اللي القاعدة العامة أو هو الافتراض، فنحن دائما نستخدم الفيرب أفوار كفعل مساعد أوكزيليير مع الأفعال عند تصريفهم حسب الأزمنة، لأن هنا ماضي الباسي كومبوزي الماضي المركب أو الفتور أنتيريور أو البلوس كو بارفي. أول مثال معناه واللي هو مع الفيرب أفوار، إلى ديسيني لي جاردان دو فيرساي. إلى ديسيني لي جاردان دو فيرساي، هو قام برسم حدائق فيرساي. الفكرة هنا إنه ديسيني اللي هو الباسي كومبوزي الماضي المركب، فاستخدمنا فيها الفيرب افوار كفعل مساعد. وهلا رح ننتقل للاوكزيليير اتر. ايمت نستخدم الفعل اتر كفعل مساعد؟ بنستخدمه مع مجموعه من الافعال اذا لم يتبعها السي او دي اللي هو كان الكومبليمنت اوبجيكت ديريكت اللي هو المفعول به المباشر. هاي الافعال دائما دائما بيجي معاها الفيرب اتر اللي هن 14 فعل وبس اللي لازم نحفظهم. هاي الافعال هي ريفينير، revenir طبعا موجود معنا كل فعل قدامكم على الشاشة، sortir sortir، descendre descendre، partir partir، tomber tomber، retourner retourner، naître naître، arriver arriver، entrer entrer، monter monter، rester rester، passer passer، aller aller، mourir mourir. فهدول الافعال ال14 نحن بنعبر عنهم بانه هن يعني افعال الحركه، فينا نقول الفيرب دو موفمون يلي هن مثل ما ملاحظين. هاي صوره توضيحيه لحتى نركزهم للافعال انه مونتي ديسانتر تومبي نيتر mourir، هون aller venir arriver entrer rester sortir partir passer retourner. فمثل ما لاحظين هاي الصورة إذا حفظتوها أو خليتوها عندكم، فكل ما إنه تتذكروا أنه أفعال ممكن هي اللي تأخذ الverb être، بس تفتحوا الصورة بتعرفون لأنه هن هدول الأفعال اللي بياخذوا الverb être. باقي ما بقى كل الأفعال بيروحوا على الافتراضي اللي هو الverb avoir. ملاحظة، نحن كنا أخدينا بدرس الباسي كومبوزي اللي هو الماضي المركب أنه اسم المفعول اللي بارتيسيب باسي المصرف مع الفيرب اتر بيتبع الفاعل، بيطابق الفاعل بالنوع والعدد. يعني إذا كان الفاعل مفرد مؤنث منضيف له إ للبارتيسيب باسي، إذا كان الفاعل جمع مذكر منضيف له إس، وإذا كان الفاعل جمع مؤنث منضيف له إس. فالبارتيسيب باسي بيطابق الفاعل بكل حالاته سواء كان مذكر مؤنث مفرد أو جمع. مثال، je suis allée je suis allée، انا ذهبت. هون ضفت او لانه انا فيمينه مؤنث، فضفت لها للالي للبارتيسيب باسي او لنعبر انه انا فيمينه. je suis allée انا ذهبت. il est parti il est parti، هو ذهب او لقد ذهب.
فهون ما ضفنا e لأنه il masculin فما في داعي لنضيف له شيء. D'ici mardi il sera parti. D'ici mardi elle sera partie. هون احنا عم نحكي على الفتور انتيريور sera partie. فبحلول يوم الثلاثاء هي سوف تكون قد ذهبت وضفنا e لأن elle فبتاخد اسم المفعول participe passé بياخد e. ملاحظة كتير مهمة، إذا كان في عندنا بالجملة complement d'objet direct اللي هو COD اللي اسمه بالعربي مفعول به مباشر بالجملة، فإن بهي الحالة نحن ما بنستخدم الفعل المساعد être مع الأفعال الأربعتاش اللي هن الverb de mouvement أفعال الحركة، وإنما نستخدم الverb avoir. رح ناخد مثال عليها. منطقيا نحن قد نستخدم الفعل monter بدي استخدم الverb être بتصريفه بالpassé composé. نستخدم الverb être كفعل مساعد إنه auxiliaire. Je suis monté. Je suis monté. أنا صعدت. تمام؟ فأنا بهي الحالة استخدم الverb être لأنه ما عندي complement d'objet direct. إحنا نتلع مثال تاني عندي في complement d'objet direct اللي هو إن المفعول به المباشر. J'ai monté l'escalier de l'immeuble. J'ai monté l'escalier de l'immeuble. صعدت السلم إلى المبنى. هون الاسكاليه صار عندي مفعول به، انا صعدت الدرج او انا صعدت السلم للبناء. فالفكره هون انا صار عندي كومبليمون دوبجي ديريكت، فوقت صار عندي كومبليمون دوبجي ديريكت بالجمله ما بحط الفيرب اتر كاكزيليير، بستخدم الفيرب افوار. جي مونتي، مع انه ان المونتي هي من الافعال الموفمون افعال الحركه يلي بتاخذ اتر. فننتبه كتير منيح وقت ما يكون عندي بالجمله كومبليمون دوبجي ديريكت نستخدم الأوكزيليير إتر. أما إذا كان عندي complement d'objet direct بستخدم الأوكزيليير أفوار. مثال تاني لنوضح الفكرة. Il est sorti avec ses amis. Il est sorti avec ses amis. هو خرج مع أصدقائه. Il est sorti avec ses amis. هون عنا استخدمنا الverb إتر كأوكزيليير مع الverb sortir لأنه الverb sortir هو من الأفعال الموفمون. أما إذا قلنا il a sorti le chien. il a sorti le chien هو أخرج الكلب. الكلب هو صار complement d'objet direct. le chien هو complement d'objet direct. فبهي الحالة صار عندي الverb avoir هو auxiliaire مو الverb être. فننتبه لهي النقطة كتير منيح. يكون عندي COD دغري منحط auxiliaire avoir بدال auxiliaire être مع الverb de mouvement أفعال الحركة. كمان نستخدم الفعل المساعد être مع الverb pronominant. الverb pronominant نحن كنا أخذناهم بدرس سابق، رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف إذا ما كنتوا حضرانينه. دائما الverb pronominant بياخدوا الverb être كفعل مساعد شو ما كانوا. مثال je me suis coiffé. je me suis coiffé قمت بتصفيف شعري. فهون لأنه في me coiffer اللي هو الverb pronominant، مشان هيك استخدمنا الauxiliaire être. كمان بنستخدم الفعل المساعد الأوكزيليير إتر مع المبني للمجهول لافوا باسيف. كمان احنا كنا اخذينه بدرس مفصل لافوا باسيف، راح احط لكم رابطه بصندوق الوصف. فدائما مع لافوا باسيف بنستخدم الفيرب إتر حتى لو كان الفيرب بالاساس وبيستخدم الفيرب بياخذ الأوكزيليير افوار. مثال لي بوم سون مانجي بار بيير. لي بوم سون مانجي بار بيير. تفاح أكل أو أكل من قبل بيير. فهون سون مانجي استخدمنا الأوكزيليير إتر لأنه المبني للمجهول الجملة. فمثل ما لاحظين لي بوم هي جمع مؤنث، فضفنا أو إس للبارتيسيب باسيف. لي بوم سون مانجي بار بيير. لا فوا باسيف دائما دائما بياخذ الأوكزيليير إتر. هيك بكون خلص درسنا اليوم. بتشكركم على المتابعة، وبنكون عرفنا ايمتى نستخدم الأوكزيليير أفوار وايمتى نستخدم الأوكزيليير إتر. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. الأمثلة والجمل اللي أخذناه هون اليوم كلها موجودين بجدول خاص فعلى موقع سلينجو، راح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف، بالإضافة لكل الدروس اللي ذكرتها حتلاقوها موجودة كمان بصندوق الوصف، عشان إذا ما كنتوا حاضرانينهم أو نسيانينهم تقدروا تدرسون من جديد وتراجعون. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار أو اقتراح تقولوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.